إليكم الأبراج السنية الأكثر حظاً والأقل حظاً في فبراير 2021. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. يتابع العديد من الأشخاص توقعات وتحليلات الأبراج الصينية كما الأبراج الفلكية على اعتبار أنها مختلفة وتعتمد على وجود 12 حيوان تمثل الطاقات الموجودة في الكون، ويتم إطلاقها على المواليد سنويا، حيث يبدأ كل عام صيني دائما مع ثاني يوم جديد للقمر بعد الانقلاب الشتوي. اللون الأبيض هو اللون الأساسي لعام 2021، وبما أن هذه سنة معدنية للسنة الثانية على التوالي، سيكون الأبيض هو اللون الأساسي لعام 2021، وإلى جانبه ألوان السور المحظوظة وأبرزها الأصفر والأخضر، وهما اللونان اللذان يجذبان الرخاء والنجاح في الصين. ولذلك ولزيادة حظك إن كنت من مواليد برج الثور، أحرص على ارتداء الإكسسوارات المعدنية باستمرار. القط هو ثاني الأبراج حظا لهذا العام. أما بالنسبة لباقي الأبراج الصينية، فإن مواليد 1948 و60 و72 و84 و96 و2008 ينتمون إلى برج الجرز أو الفأر، وعليهم هذا العام أن يكونوا حذرين خاصة لناحية العمل والمال. يدفعهم فضولهم إلى الرغبة في التعلم والحصول على كل أنواع الخبرات. تحمل لهم هذه السنة مفاجآت عدة، وفي كثير من الأحيان لن يستطيعوا السيطرة عليها، ويجب أن يكونوا متواضعين. أما مواليد برج النمر 1950 و62 و74 و86 و98 و2010 فسوف يتميزون بروح المغامرة والشجاعة لبدء مشاريع جديدة. يتمتع مولود برج النمر بطاقة وكرم يميزانه ويشكلان مصدر راحة له هذا العام، وعليه أن يكرس هذه السنة للراحة والاستجمام والانتباه إلى صحته. أما بالنسبة لمواليد 1951 و63 و75 و87 و99 و2011 فهم ينتمون إلى برج الأرنب أو القط، وهو ثاني الأبراج حظا بعد الثور هذا العام، وستكون السنة جيدة على مستوى كل أعمالهم. طاقتهم متميزة ترسم النعمة والتقدير والدبلوماسية خطوط حياتهم، لكن عليهم توخي الحذر من الصراعات والمشاكل. سيكون مواليد برج التنين سنة 1952 و64 و76 و88 و2000 و2012 محط الأنظار بإصرارهم القوي، وسوف تحمل لهم السنة معارف جديدة وفرصا لإقامة علاقات مهمة يستفيدون منها كثيرا. إنها سنة فتح باب التعارف لبناء مستقبل واعد بفضل شجاعتهم وتفاؤلهم. مواليد برج الأفعى 1953 و65 و77 و89 و2001 و2013 فسوف يتمتعون براحة داخلية ورضا ذاتي. هم يمتلكون فن اغتنام الفرص في الوقت المناسب، لذلك يمكنهم أن يحققوا كل هدف عملوا عليه في السابق، وسينجحون خصوصا على الصعيد العائلي. ويبدو هذا العام بالنسبة لمواليد برج الحصان سنة 54 و66 و78 و90 و2002 و2014 سيكون جيد من ناحية العمل والحياة الاجتماعية، ويفضل مواليد هذا البرج المغامرة على الحياة الهادئة. لكن هذه السنة لن تساعدهم في تحقيق رغباتهم، بل ستمنحهم قدرات محدودة للقيام بكل ما يعتبر تجارب مذهلة.
مواليد برج الديك الأقل حظاً هذا العام هي سنة التردد والخوف من تحمل المسؤولية. بالنسبة لمواليد برج العنزة سنة 1955 و67 و79 و91 و2003 و15، ولكنها ستحمل بعض المفاجآت بعد كل المعاناة اللي عاشوها في الأعوام الماضية، وستأتي السنة الجديدة ببعض الانفراجات للأشخاص الأكثر جرأة وموهبة بين هؤلاء المواليد.